مريم وابراهيم قدموا افضل ما عندهم، ودلوقتي القرار في ايديكم انتوا الاربعه. هترجعوا واحد على البيت وواحد هتخلوه يكمل معانا للاسبوع اللي جاي. نبتدي من عند اليسا. المشترك اللي هتبعتيه على البيت مين؟ اكيد لاكون موضوعيه منصفه، انا بدي هني ابراهيم على اللي قدام. واكيد انا فخوره كثير بمريم، وانا بدي خليها هون، وانا مريم معي، ولو شو ما يكون بدي اطلب من ابراهيم. اليسا اللي هتوديه على البيت هو ابراهيم. حسين، ابراهيم قدمت جهد مميز، كان ادائك رائع ومبهر، انا صراحه انبهرت اكثر واكثر. ما الوم التصويت، بس اعتقد انك لازم تبقى. ومريم قدمتي اللي عندك، الفرصه دائما موجوده، ما تجي مره واحده بس. فانا اللي مثل ما تفضلت اليسا، اللي عشان اكون منطقي وموضوعي اكثر، اللي حبعته على البيت مريم. كارول، هتبعتي مين على البيت؟ انا صراحه من اول نهار اوديشن كنت كثير معجبه باداء ابراهيم، واليوم الليله كمان خاصه عمل اداء عن جد رائع للاغنيه. مريم دائما كان في تفاوت، يعني يوم منيحه يوم اقل. بتمنى انه، بس اذا بدي اقول لها انه بالنسبه لي اليوم ما توفقتي مريم، فاذا بدي اضطر انه حدا من اثنين انه يروح على البيت يمكن رح اعتذر من مريم. وائل، دلوقتي احنا عندنا مريم اثنين هيروحوا على البيت وابراهيم واحد، فانت لو هتروح مريم على البيت هتروح دلوقتي حالا، لو قلت هتروح ابراهيم هيبقى فيه ديد لوك. هتروح مين على البيت؟ طبعا اليوم في حدا ادى افضل من الثاني، كان اداؤه افضل، وفي حدا بدي اعطيه فرصه ليستمر معنا، واللي راح يروح على البيت هي مريم. مبروك ابراهيم، تقدر تشارك. معلش يا مريم، ادائك كان مميز، بس هيدي المنافسه، في ناس لازم تكسب وناس لازم تخسر، ما تزعليش. خلينا طيب